السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في شهيوات مغربية مع رقية. اليوم غادي نشارك معكم الغديوة اللي درت اليوم، اللي غادي ندير اليوم، اللي هي الحوت وبطاطا مشرملة. هنا عندي الحوت صغير ما تيليقش تحليه وديري شوية شوية شامولة، كتجي شوية شوية صعيبة وكتاخد الوقت بزاف. غادي ندير فيه شامولة ديريكت هكاك ونخلطو صافي. وهنا عندنا البطاطا مقطعة دوائر، نقول البطاطا هي الأولى. نديرو البطاطا هنا كوكوط، هنا حبة د مكيشة محكوكة، وهنا عندنا هنايا الهريسة والربيع مدقوق مع التومة، مع ثلاثة الفصوص ديال التومة. ديرو شوية هنايا، صراحة الشرمولة إلا ما دقاتش بالمهراز ما كتعطيش البنة ديالها. ديما الشرمولة خصها تكون مدقوقة بالمهراز، باش ملي كدق هذيك الربيع كيطلق الماء ديالو ويعطي نسمه، ولكن الا قطعتي غير هكاك في الشرموله ما تيجيش مزيان. غادي ندير شويه عطيني ديال الهريسه والشرموله هنايا مع الكوكوط مع البطاطا. غادي نعصر شويه الحامض هنايا على الحوت، دير دابا العطرية، دير نص معلقة ديال الخرقوم بلدي هنايا في الكوكوط، معلقة ديال الفلفلة حمرا في البطاطا، ونص معلقة هنا في الحوت. معلقة ديال الكمون، وهنا عاوتاني معلقة ما عامرهاش الكمون في الكوكوط هنا. شوية ديال الزيت نباتية، ثلاثة المعلقات ولا جوج، ومعلقة ديال الزيت البلدية. غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء هنا الكوكوط، صافي. غادي نخلط هادشي ونسد عليها ونردها طيب. منين تبدا تصفر نحسب لها ديك 5 دقائق صافي، حيت ما فيهاش الماء وكاينه مطيشه اللي غادي تطلق ليها الماء. وهادي غادي نخلط الحوت ونخليه يشرب شرموله شويه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل الاشكال النهائيه ديال الوجبات اللي ديال اليوم ان شاء الله اللي حضرت معاكم. يلا هو هذا، السلام عليكم. هذه هي الغديوه اخواتي اللي شاركت معكم اليوم، الغديوه ديالي انا وليداتي. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وجبه اللي هي خفيفه وديال الصيف. كهنايا كتجي بطاطا كتجي شاربه المريقه ديالها، كتجي شاربه من الداخل ما فيهاش المرقه، والحوت كيجي طبقه مقرمشة فيه. كنت قليته مع درت شويه ديال طحين بالفينو والفورس، وكيجي فيه واحد الطبقه مقرمشه هائله، وواحد شويه ديال خماره ديال الحلوه. كتجي مقرمش، ما حد كيتاكليه هو مقرمش، كيجي مخير. وشريضه بارده ديال بصله ومطيشه. المهم هذا هو الغديوه ديال الدراوش، هي هذه شاركتها معكم. نتمنى تعجبكم وتقبلوا عليا، واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، حتى
فيديو اخر وصفه جديده، ماشي بشرط لابد نديرو وصفه اللي هي تكون غاليه ولا تكون ندم غادي على قدو. اللي وجدت لوليداتي نشاركها معاكم وقبلوا عليا. والسلام عليكم.